السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات مساق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. أسعد الله مساءكم وتحياتي الحارة لكم في هذه المحاضرة والتي ستحمل الرقم 28، وهي معنونة بعنوان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقد. حنشوف إيش الأحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة النقد العليا طبعا مع بعض، لأنه طبعا إحنا عارفين إنه عندنا مبدأ التقاضي على درجتين، يعني درجة أولى والاستئناف، يعني لا تعد هذه اللي هي إيش محكمة النقد محكمة درجة ثالثة، هي محكمة إيش قانون. عشان هيك إحنا بنشوف الآن يعني الأحكام النهائية التي يجوز الطعن فيها بالنقد. طيب هنشوف أولا الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أول درجة، الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف. طبعا إحنا أول حاجة هنشوفها إيش الأحكام اللي تصدر من محاكم الاستئناف بتروح محكمة النقد. طبعا أي خصم بيكون حكم الاستئناف ضده يا إخواننا لدى محكمة الاستئناف أو محكمة البدائية، محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، بجوز له انه هو بناء على يعني مخالفة في القانون في هذا الحكم، او خطأ في تطبيق المحكمة للقانون، او في تأويل القانون، او بطلان في الحكم، او بطلان في الاجراءات المؤثرة في الحكم، او حكم خالف حكم سابق حائز على قوة الامر بقضي به. هذه الاسباب تجعل من صدر بحقه حكما من الاستئناف يحق له التوجه الى المحكمة العليا بصفتها محكمة نقد. طيب احنا حنشوف الان كمان الان قلنا احنا محاكم الاستئناف طبعا بيقصد بها محكمة استئناف غزة، رام الله، القدس كمحاكم درجة ثانية التي يطعن امامها بالاستئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة اول درجة اللي هي محاكم البداية. عندكم جميع الاحكام الصادرة يا اخواننا عن محاكم الاستئناف كلها تقبل الطعن فيها بالنقد. أي حكم يصدر عن أي محكمة استئناف يجوز للمتضرر من هذا الحكم أن يذهب إلى محكمة العليا بصفتها محكمة نقد طبقا للأسباب اللي ذكرناها الآن، وإيش ويقدم قدامها نقد. كل هذه الأمور يعني سواء كانت في حكم نهائي مسألة فرعية منهية أو مش منهية للنزاع استقلالا وقتية، كله بجوز يروح ايه للنقد. طب الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم البداية بصفتها الاستئنافية كدرجة ثانية طبعا من الاستئناف 226، طبعا بجوز انهم اي حكم بيصدر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مش بصفتها محكمة اول درجة، خذوا بالكم بصفتها الاستئنافية، بجوز له حسب الاسباب برضو هذه اللي قلناها سابقا انه يروح على ايش على النقد يعمل طعن فيها. هذا طبعا حكم يكون حكم نهائي إذا كان صادر المحاكم الدرجة الأولى وفوت معاد استئنافه وأصبح نهائيا. حكم محكمة صلح في قضية لا يتجاوز قيمتها 1000 دينار، أو أي حكم يصدر عن الدرجة الثانية. طبعا كل ما أورده المشرع من أسباب اللي ذكرها محصور في الأحكام الصادرة من المحاكم البداية بصفة الاستئنافية أو الاستئناف. الصلحية النهائية يا إخواننا إذا كان هو يعني ما قيمته 1000 دينار بجوز له يروح على النقد بأي طرق من طرق استثناء حسب نص المادة إيش 203-204 أسباب الاستئناف فيها اللي هي خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله. طبعا الأحكام التي طبعا أصبحت نهائية بتوفيت ميعاد الطعن فيها بالاستئناف لا تقبل بالطعن بالنقد طالما انت سقطت حقك بالاستئناف وما خدتش بالك من التاريخ اللي بتروح فيه على الاستئناف، بجوزش انك تروح انت بالنقد، لانه انت تروح بالنقد بناء على حكم صادر من الاستئناف او حكم صادر من محكمة اول درجة بصفتها يعني محكمة اول درجة وحكم نهائي اقل من 1000 دينار، غير هيك ما بصح الكش تروح على ايش محكمة ايه الاستئناف طبعا محكمة النقد يا رب. طبعا هنا في تعديل بطالب فيه الكاتب، طبعا الأحكام بيقولك يعني دمجها في مادة واحدة تجعل جميع أحكام الجائزة الطعن فيها بالنقد
ان الخصوم يصح لهم يطعنوا في كل الاحكام بناء على الاسباب الهذه المذكوره مبنيا على مخالف القانون تطبيقه تاويله وبطلان الحكم بطلان الاجراءات تناقض بين حكمين. طبعا الاحكام النهائيه الصادره محكمه المسوط الاستئناف هي محكمه الاستئناف هي التي يجوز فيها طبعا قلنا بالنقد. هنشوف الان يعني ايش الاسباب طعن بالنقد واحد واحد، نشوف ايش يعني مخالفه القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله. هذه الاسباب اللي بتخليك تستند عليها للطعن بالنقد، خد بالك لازم لما تقدم طعن تكتب اسباب الطعن مخالفه القانون خطأ في تطبيقه او تأويله. هنشوف مخالفه القانون فيها اراء، طبعا المقصود به القانون التي تعتبر مخالفته او الخطأ في تطبيقه والعيب في تأويله. السبب للطعن هو القانون الموضوعي لا القانون الاجرائي، وعرفنا شو القانون الموضوعي شو القانون الاجرائي في محاضراتنا السابقة. اخرون بقول لك مصطلح القانون وارد في المادة 225 ينصرف الى القوانين الموضوعية والاجرائية، يعني الاثنين مع بعض اجراءات ونفس الموضوع. هذا بقول لك طبعا يعني اذا خالفت المحكمة قاعدة اجرائية لا تؤدي مخالفة الى بطلان الحكم فانها تكون مخالفة للقانون، يعني اذا كان في مخالفة اجرائية في مخالفة قانون يعني بأدن الى بعض. ارى طبعا رأي الثالث اقفال القاضي لنص قانوني تعتبر مخالفة. ثالث بقول لك مخالفة القانون تقع في حالة وضع حل خاطئ لمسألة او نقطة قانونية معينة. كلها اراء يعني فقهية، اللي يعني هو الرأي يعني تقريبا اللي احنا ممكن نقول في هذا الموضوع. اذا اخطأت يعني في البحث المحكمة ترتب عليه خطأ في الحل، الحل هذا من القانون، فمعنى ذلك ان المحكمة خالفت القانون. يعني اي نقطة المحكمة اول درجة او الاستئنافية، طبعا الاستئنافية او البداية بصفة الاستئنافية، اخطأت في البحثها ترتب عليها خطأ في خطأها في الحل، الحل هذا من القانون، فمعنى ذلك المحكمة خالفت القانون. الخطأ في تطبيق القانون يتحقق اذا طبعا طبقت قاعدة قانونية على وقائع لا تنطبق عليها، يعني جابت نص مادة اللي هي قاعدة قانونية نص مادة على واقعة ما تنطبقش عليها بالأساس، ولما طبقتها رتبت نتائج قانونية مخالفة للتي هدف منها هذا القانون أو هذا النص. وهذا طبعا موجود بكثرة عند تكييف الوقائع وعند الخطأ في تطبيق أثر تلك القاعدة القانونية تكيفت عليها هذه الوقائع. طيب احنا الان يعني لو قلنا الخطأ في تطبيق القانون ايش بالنسبة له الخطأ في تأويل القانون؟ التأويل يختلف عن التطبيق. التأويل اساءة فهم المقصود من القاعدة القانونية، يعني المحكمة ما فهمتش صح ايش بده النص القانوني الوارد على هذه الواقعة، وللأسف الشديد أولته بشكل آخر فطلعت لنا إياه بشكل آخر عشان هو شوي غامض، فطلع كل تأويلها هذا خطأ وفي مكان آخر، ففسر هذا الكلام القاضي أو الهيئة الحاكمة القاعدة القانونية بشكل آخر دون الشكل اللي عاوزه منا التشريع، أو دون الحكمة التي أرادها من التشريع أو الغرض المقصود منه. يعني صرنا فواد والمحكمة فواد. هذا بتحقق يعني وقت إيش؟ إذا كان أعطى النص القانوني الواجب التطبيق غير معناه. فهذه إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة بتخلي المحكمة تقع في خطأ جوهري يقبل الطعن فيه بالنقد. طيب لو القانون مثلا عند تحديد مخالفة القانون هذا أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، العبرة يا إخواننا من القانون الساري المفعول وقت حدوث المخالفة. لو ألغي هذا القانون بيظل هو محل هذا الانطباق. يعني أنت يمكن تلاحظ أنه في قوانين أجت حلت مطرح قوانين، ما تقولش أنك أنت عشان القانون حل مطرح قانون فبالتالي انت يعني بجوز لك وبجوز للمحكمة تطبقه. لا، الواقعة صدرت في قانون فيطبق عليها القانون اللي وقعت فيه هذه الواقعة، لان القانون فيش فيه عدم فيش رجعية لعدم رجعية القانون الجديد.
عشان هيك يعني إذا بدنا نعتبر المخالفة أو الخطأ سببا للنقد، ده بد أن تكون هذه المخالفة مؤثرة في الحكم عشان ننقضه، لأنه أنت جاي الآن بدك تقلب حكم صدر عن محكمة الاستئناف، بدك تخليه بدل ما هو لصالح المستأنف ضده بده يصير لصالح المستأنف مثلا. إذا كانت هذه النقطة اللي المحكمة أولتها غلط وطبقت قانون جديد على واقعة في قانون قديم، فهذا لابد أن تكون هذا الخطأ مؤثر في الحكم اللي أصدرته محكمة الاستئناف. يعني معنى الكلام إذا ما كانش مؤثر بصيرش في نقد، ديروا بالكم. طيب الخطأ هذا وقت ايش يا اخواننا بيحصل؟ إذا عرضت مسألة على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم الأولاني وطلب منها الحكم فيها، ما كانتش المسألة متعلقة بالنظام العام، علما ايش انه الخطأ المعول عليه هو الواقع في الحكم ذاته، اجت محكمة استئناف ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى لنفس الاسباب اللي ذكرتها ان محكمة الدرجة، يعني ما عملتش حاجة لمحكمة الاستئناف، لا صححت ولا جرت ولا دققت ولا اي حاجة عملت. في هذه الحالة القاضي او الهيئة الحاكمة فهمت خطأ وقاع الدعوة. في ناس بقول لك هيك الشكل بالشكل اللي انا ذكرته لا يعتبر سببا للنقد، لانه تقرير واقعة او من حدوثها من عدم حدوثها وجود او عدم وجود ضرب متعلق بالرابط القانوني الموضوعية، هذا ما لهاش محكمة النقد رقابة عليه، هذا سلطة تقديرية لمحكمة اول درجة. لكن هناك من المسائل تتصل بالواقع يخضع القاضي في تقديرها لمحكمة النقد، وأي حاجة هذه فيها لما القاضي يكيف الواقع غلط، فتكييف القاضي للواقع مثلا أنت رفعت قضية رفع يد، أجا القاضي قال لا هذه مش رفع يد، هذه وضع يد مشترك مثلا، هذا تقديره للواقع هذه القاضي يخضع لرقابة محكمة النقد وتتدخل لتصحيح هذا الوضع. رأي آخر بقول لك أنه خطأ القاضي في الواقع يستتبع خطأ مقابلا متعاصرا في القانون على اعتبار أنهم شيئا واحدا. ليش؟ لأنه لا ينظر الواقع في ذاته، بل ينظر إلى إيش الهدف من إعمال هذه القاعدة القانونية. عشان هيك يعني خطأ القاضي في القانون في مرحلة التكييف ومرحلة تطبيق حكم القانون على المركز المتنازع عليه يعد سببا للنقد. يعني إذا القاضي أخطأ في تسمية اللي هي تكييف الدعوة، تسمية الدعوة حسب القانون، وإيش راح برضو دخلها في تطبيق حكم القانون على إيش المركز أو النقطة المتنازع عليه، إنه هذه مش رفع يد، هذه وضع يد باشتراك، هذا يعد سببا جوهريا للنقد، لأنه تدخل في تكييف، والتكييف والأمور هذه وتطبيق حكم القانون يخضع لرقابة محكمة النقد. طيب بطلان الحكم، بطلان اشتغلنا احنا قبل هيك مواضيع البطلان مع بعض، يعني يعتري الحكم هذا البطلان، يعني بكونش موجود ولا بكون له أي حاجة، ومنتجش عن مخالفة الأوضاع الشكلية التي يقرر القانون سواء في إصدار الحكم أو تحريره، وهذا لا يعني حصر صور البطلان الذاتي للحكم. يعني أخواننا الحكم أول حاجة بكونش موجود قبل صدوره، هذا هو البطلان، مش هيك احنا عرفنا مش هيك احنا فهمنا؟ عشان هيك لا يمكن التعرف عليه حتى قبل صدور الحكم أو الاطلاع عليه. طب إذا نتج عن ذلك عن مخالفة هذه الأوضاع الشكلية التي يقرر القانون سواء في إصدار الحكم أو تحريره، في هذه الحالة بكون هو طبعا ثبتت عليه البطلان. عشان هيك بنقولكو فيش صور محصورة للبطلان الذاتي للحكم. ايش امثلة على ذلك؟ القصور في اسباب الحكم الواقعية، فيش اسباب للحكم اصدرها القاضي او بينها القاضي، كاطلاق صفة التاجر على شخص معين دون بيان اسباب التولية عنه هذه الصفة،
بنقول عن واحد تاجر وهو مش تاجر. طب ما احنا لما نقول عنه تاجر هو بيعمل طلب إفلاس، لكن لو هو مش تاجر هيعمل طلب إعصار، يبقى فرقت الصفة. فلازم نحدد الصفة بالضبط. إلزام أحد أطراف الدعوة بالتعويض عن الإجراءات الكيدية دون بيان الأسباب التي تولدت منه هذه الكيدية. كيف أنا بدلزم واحد يعني يدفع تعويض بدون ما بين الأسباب اللي انبنت عليها هذه الكيدية؟ لا يجوز. عدم الرد على الطلبات أو الدفوع الموضوعية الهامة. أثير الدفوع كثيرة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ما ردتش عليها ولا حتى انتبهت إلها ولا علقت عليها. هذا سبب مهم للطعن بالنقض. طبعا هو النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم والقضاء، طبعا كذلك جعل النطق بالحكم في جلسة سرية إجراء لاحق يترتب عليه البطلان. لازم حتى في القضايا اللي جلسات سرية بيكون الحكم علني. تيجي تعمل في الجلسات العادية جلسة النطق بالحكم سرية بجوزش، وهذا يعرضه إيش للطعن بالنقد. ثالثا بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم. الآن هديك كانت حكم، لقيت قبل ما يصدر الحكم في إجراءات، إذا كانت هذه باطلة فبكون سبب جوهري أيضا للطعن بالنقد، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. طبعا بطلان الإجراءات يستتبع اللي هو إيش بطلان الحكم بعد ذلك أو الإجراءات اللاحقة بعد ذلك. لكن من احنا نشتغل صح ونفهم، إذا كانت إخواننا هذه الإجراءات ما أدتش إلى بطلان في الحكم فلا يصح الطعن من خلالها بالنقد، لازم تؤدي إلى بطلان الحكم عشان يكون هناك طعن بالنقد بناء على هذا السبب. طبعا الإجراء هذا لازم يكون إخواننا مؤثرا، لازم يرتب عليه نشوء خصومة، تعديل طلبات، إنهاء خصومة. البطلان يا إخواننا بطلان يتبع بطلان ما بني عليه وصولا للحكم، ومثال ذلك بطلان الإعلان لصحيفة الاستئناف وتبليغها لابن عم المستأنف عليه أو ضده ومش ساكن معاه في نفس المنزل. كيف إحنا من نسبة إنه هذا الرجل تبلغ وهذا مبلغينه لابن عمه ولا يسكن معه كمان؟ وش عرفنا إنه بيعرفه في الشبين وبينه عداوة إنه ممكن يوصل له؟ فيترتب في هذا الإجراء اللي هو إجراء التبليغ القضائي يترتب بناء عليه اللي هو بطلان الحكم. طبعا العيب يا إخواننا الذي يتعلق بالإجراءات السابقة فتبطل بسببه، قد يكون عيبا موضوعيا وقد يكون عيبا شكليا. حنشوف أمثلة على هذا وأمثلة على هذا. الأمثلة على العيوب الموضوعية: عدم صحة تمثيل أحد الخصوم في الدعوة، طفل قاصر 14 سنة مات المورث وما جابوش الورثة بداله، عدم اشتمال، عدم توافر أهلية لازم القيام بالإجراء قاصر. العيوب الشكلية: شكل الدعوة، شكل الاستئناف، عدم اشتمال صحيفة الاستئناف على البيانات اللازمة، أو وقوع طلان في إجراءات التبليغ، مش كاتبين العناوين صح ولا الاسم رباعي ولا أي حاجة. هذه عيوب شكلية. للطالب بالنقد يا إخوان بطلان إجراءات المؤثرة بالحكم يجب التفرقة بين فرضين، إيش هم؟ لازم نعرفهم برضو كمان. الأول إذا تم التمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة، الدرجة الثانية ورفضت الحكم به، مدامك أثرته في محكمة الاستئناف والمحكمة رفضته يجوز لك إثارته أمام محكمة النقد. إذا أنت ما تمسكتش فيه أمام محكمة الدرجة الثانية للاستئناف ففي هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم لبطلان الإجراءات المؤثر في الحكم إلا بتوافر شرطين. ما تصححش هذا البطلان بالطرق التي رسمها القانون، يعني مثلا كان قاصر 14 سنة ما صححتوش محكمة الاستئناف وقالت تروح خلى بد من تعيين عليه قيم أو وصي أو ولي وظلوا قاصر زي ما هو بدون أي صفة. الشرط الثاني أن يكون سبب البطلان طبعا متعلق بالنظام العام، عند كلمة النظام العام كله بقف، كله لازم إيش يستوعب إيش اللي بصير فيه ويكون وحيل الموضوع للمحكمة. تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به صدر بين نفس الخصوم وبذات النزاع، يعني الحكم اللي صدر تناقض وصار عكس الحكم بنفس الظروف بنفس الخصوم
وبنفس النزاع وبكل شيء. فهذا القضاء طبعا القضاء هو أهم شيء في الدولة، والكل لازم يحترمه، ولازم يكون هناك طبعا منع من تضارب هذه الأحكام من هذا القضاء. طيب، عشان ما يحدثش تناقض الأحكام في هذه الأمور، لابد أن نتأكد أنه ما يكونش في حكم سابق بين نفس الخصوم ونفس الأطراف ولنفس السبب. طيب، الآن احنا يعني وصلنا لنقطة جوهرية. الآن لو المحكمة يا اخواننا صار في تغيير في معالم القضية السابقة وتم إخفاء مضمونها، محكمة النقض بترجعها لهيئة تانية تشوفها من جديد، أو بتكلف المفترض محكمة الاستئناف تكلف يعني أحد الأطراف بتصحيح هذا الخطأ اللي فاته. يعني يا رجل انت جاي قاصر 14 سنة يا عمي، لازم يكون عليك ولي او وصي او قيم، توفى احد الخصوم، هي لازم الورثة يحلوا مكانه، يدخلوا مكانه في الاستئناف، فمش لازم تضل الامور زي هيك واقفة. عشان هيك الامور هذه كلها ما بيجوش العودة للمناقشة فيها لانه انفصل فيها. طبعا اذا ما كانش مناقض هذا الحكم لحكم سابق يجوز اللي هو الطعن فيه، لكن اذا كان مناقض فهنا المحكمة بتحكم بنقض هذا الحكم، لانه مش معقول كل يوم يا اخواننا نرفع قضايا على نفس الموضوع ونفس الاطراف. هذا يعتبر تحايل على القانون، اشغال القضاء وهدار لكرامته ووقته ووقت المتنازعين. طبعا الفقه يا اخواننا بيختلف في تبرير هذا السبب من اسباب الطعن بالنقد، فيرى انه طبعا ايش الخطأ في التقدير ضمن مخالفة القانون الموضوعي، اخرين يروا خطأ في الاجراءات على اساس ان المحكمة طبعا ليس لها ولاية الفصل في نزاع سبق الفصل فيه. الحكم يعني لابد ان يكون التمسك بهذا ولم يكن الحكم الثاني متناقضا مع الحكم الاول. يعني بإمكاننا التمسك بهذا العيب عشان إحنا نقدر نتقدم بالطعن، لابد أن يكون ولم يكن الحكم الثاني متناقضا مع الحكم الأول. الاقتصاد في الإجراءات يقتضي عدم قبول الطعن إلا حيث يتناقض الحكمان، طبعا زي ما قلت قبل شوية لا توجد مصلحة من إلغاء الحكم الثاني إذا لم يكن متعارضا مع الأول. يبقى طيب يشترط الطعن بالنقض استنادا لهذا السبب إيش شروط؟ هنشوف. وجود حكمين نهائيات، وحط كلمة تحت نهائيان 30 مليون شرط، حائزان على قوة الأمر المقضي به ومتناقضان، هذا عكس هذا. اتحاد الموضوع والسبب والأطراف في النزاع الذي فصل فيه الحكمين، وإذا بالبعض أنه لا يهم أن تكون الدعوة لصدر فيه الحكمين واحدة أم مختلفة. يعني نفس الموضوع نفس الأطراف نفس السبب، هذا صدر الحكم مرة وكان نهائي، وهذا صدر الحكم مرة وكان نهائي. بجوز نحن نعمل طعن بالنقد بالشكل هذا، بجوز نعمل طعن بالنقد هذا على أساس نفهم لوين القصة بدها تصل في هذا النزاع، ولازم المحكمة تفصل فيه عشان تنهي هذا الخلاف وهذا التناقض في الأحكام. الطعن على الحكم الثاني اللاحق بالتاريخ للحكم الأول على أساس صدور الثاني مناقضا للأول. في ناس بيشوفوا انه جواز نقد الحكم الأول، خلينا جماعة الخير نلغي الحكم الأولاني لأنه الثاني هو الأجديد، هو اللي شاف الأمور كلها. هيك رأي فقهي بيفترض على أساس انه يعني الطعن بني أساسا على صحة الحكم الأول وثباته، فليش احنا ننظر في الجديد؟ صدور حكم الثاني أجا مخالف لتلك القرينة، ومش أوضح أو مش أوثق من الحكم الأولاني. عشان هيك بنقول إنه الطعن كان مفتوحا للحكم الأولاني، فليش يعني ما مارسوش في وقتها وعند قيامه يمارس هذا الحق؟ هذا طبعا يا إخواننا إذا ما كانش العيب الحكم الأول متعلقا بالنظام العام إذ يجب إبطاله. الآخرون يروا إمكانية نقد الحكم الأول وإبقاء الحكم الثاني إذا كان الأول خاطئ
أو نقضي الاثنان معا كلا حسب أي حالته. آراء فقهية كل واحد بيقول رأيه وبدافع عنه وإحنا بنطرحه أمامكم، والأمور كان فيها يعني أصح نختار منها إيش الصحيح. يقبل لا يشترط للطعن بالنقد أن يتمسك الخصم بالحكم السابق أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الجديد باعتبار حجية من النظام العام. يعني مش شرط أنت تتمسك أنه لابد أن يكون نفس المحكمة. يشترط في التناقض أن يستحيل معه تنفيذه معا. التناقض يستحيل معه بالتنفيذ، هذا مصدر ضده وهذا صدر له، كيف بدي أنفذه؟ ففي استحالة هنا. العبرة في تحقق تناقض بمنطوق الحكمين، هن منطوق الحكمين هن اللي بيفرق عنا يا إخواننا، وهن اللي بيحدد إذا كان في تناقض ولا فيش تناقض. فإذا ما كانش هناك تناقض من الحكمين وأن صدر في ذات النزاع فلا يجوز الطعن بالنقض، بكونش توفر سبب من أسباب النقض. لعند الهان أخواني وأعزائي الطلبة نصل لعند المطلب الثالث، إجراءات الطعن بالنقض. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.